السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا كلكم جميعا بألف خير. قبل شراء شتلات الخروب من المشتل، هناك سؤال مطروح، وهو هل أشتري شتلات المطعمة أم أشتري شتلات الغير المطعمة؟ في هذا الفيديو سنجيب عن هذا السؤال. أولا، قبل شراء شتلات الخروب من المشتل، يجب على المزارع أن يعلم أن شجرة الخروب هي شجرة ثنائية الجنس، ومنها أشجار الأنثوية والأشجار الذكر والأخرى الخنثاء، وتمتاز هذه الشجرة بعدد كبير من الأصناف، حيث نجد شجرة تعطي ثمار كبير في الحجم وأشجار أخرى تعطي ثمار صغير في الحجم. وعند شراء شجرة الخروب المطعمة، يمكن أن تكون هذه الشجرة مطعمة بقلم أو بالعين مأخوذ من أشجار الذكر ومن الأشجار الضعيفة الإنتاج. وهذا من بين المشاكل الذي يمكن أن يقع فيه العديد من المزارعين. إذا كان المزارع لا يعرف جيدا صاحب المشتل، فمن الأفضل شراء شتلات الغير المطعمة وغرسها في الضيعة، وعند مرور سنتين أو أكثر، حيث يكون ساق الشجرة سميك، يقوم المزارع بتطعيم الشتلة بعين أو بالقلم مأخوذ من شجرة التي تعطي الإنتاج الجيد. ومن الأحسن التطعيم من شجرة الخنثاء، لأنها تعطي الإنتاج بغزارة مقارنة بشجرة المؤنثة. وأتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.